من هو لينين؟ مؤسس المذهب اللينيني السياسي، وهو الثوري الروسي فلاديمير أليتش أوليونوف. ولد في 22 من شهر أبريل سنة 1870 في أوليانوفسك في الإمبراطورية الروسية، وينتمي للحركة السياسية الماركسية، وتولى دور القيادة في الحزب البولشوفي، كما قاد الثورة البولشوفية، وكان لينين يتخذ من الأرض والخبز والسلام شعارا له. نشأ لينين وترعرع في نكن في عائلته التي كانت تقيم في مدينة سيمبيرسك القائمة على ضفاف نهر الفولغا، وكان والده يمتهن التعليم ثم ترقى ليصبح مديرا لعدد من المدارس في المدينة. بدأت حياة لينين الدراسية عندما كان في الخامسة من عمره، إذ أحضر له والداه معلما خاصا إلى المنزل ليهيئه لدخول المدرسة، والتحق بها عندما بلغ التاسعة من عمره، وكان حينها مجتهدا وذكيا جدا. حظي لينين بإعجاب من حوله من مدرسين وطلاب، ويذكر بأن بلاده حينها كانت تعيش حالة من الجوع والذعر والفقر. تمكن لينين من إنهاء الثانوية العامة بدرجة امتياز مع الحصول على الميدالية الذهبية، ومرت به فترة عصيبة من حياته تمثلت بوفاة والده وإعدام أخيه. أخيه المسمى ألكسندر أُعدم بعد أن وجهت إليه أصابع الاتهام بمحاولة اغتيال القيصر. والتحق لينين بعد أن حقق هذا النجاح الباهر في جامعة كازان، إلا أنه فصل منها نتيجة تزعمه مظاهرة تطالب بالحرية في الجامعة، ولم يحالفه الحظ لعدة سنوات في متابعة دروسه نتيجة الرفض التي كانت تقابل به طلباته بالعودة إليها. تمكن لينين من الحصول على شهادة الحقوق بعد أن ذاق المرار في رفض طلبات التحاقه بالجامعات، وكانت هذه المرة مقرونة بشرط عدم حضوره المحاضرات، وإنما الاكتفاء بتقديم الامتحانات في نهاية العام الدراسي فقط. وكان ذلك سنة 1981، عفوا 1891. وبعد أن اجتاز هذه المرحلة، التحق في العمل بإحدى مكاتب المحاماة في مدينة سامارا، ومن هنا كانت بداية إيمانه وتأثره بكارل ماركس. وبعد مضي عامين انضم لعضوية منظمة ماركسية يطلق عليها الديمقراطية الاجتماعية. يعتبر عام 1893 العام الذي ولد به أول كتاب للثوري لينين، وكان قد ألفه خلال وجوده في العاصمة سان بطرسبرغ، وألف عددا من الكتب في سياق الاقتصاد الماركسي، وتطرق إلى تاريخ حركة الفلاحين والعمال في بلاده. يذكر بأن لينين حكم بالنفي إلى سيبيريا سنة 1897، وكان ذلك بعد أن عاد إلى بطرسبرغ، حيث اعتقل على يد قوات النظام الروسي، بينما كان هو على أهبة الاستعداد لإصدار العدد الأول من جريدة قضية العمال. ومارست السلطات ضغوطاتها بالتحقيق معه لأكثر من عام، وكان الحكم النهائي قد صدر بحقه بالنفي. من الجدير ذكره أن النفي لم يكن حقيقيا إلى أبعد حد، حيث أنه على الرغم من إبعاده عن بلاده، إلا أنه كانت تدفع له الحكومة تدفع له مرتبا شهريا بسيطا. وكان قد اختار مكان إقامته بنفسه، فوقع اختياره على بلدة شوشانسكايا، واستغل فترة إبعاده في الكتابات السياسية، فكتب تطور الرأسمالية في روسيا. أصابت لينين وعكة صحية ألمت به نتيجة إصابته برصاصة في العنق، فتدهورت صحته على إثرها وتمت إزالتها سنة 1922، إلا أن أثرها القاتل بقي في جسده، وأصيب على إثرها بنوبات دماغية أنهت حياته، وتوفي في 21 من شهر كانون الثاني عام 1924، وحنط المشيعون جثته، ثم تم دفنها في الساحة الحمراء في قلب موسكو.